Selanjutnya, kami panggil Kori dengan nomor peserta SB.212 untuk menuju mimbar tilawah. Majelis Hakim yang kami hormati, Kori dengan nomor peserta SB.212 akan membacakan surah Yunus halaman 213 dimulai ayat 41 dan seterusnya. Kori dengan nomor peserta SB.212 akan membacakan surah Yunus halaman 213 mulai ayat 41 dan seterusnya. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم.